تصاعدت الأزمة بين الفنانة المصرية لوسي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الداعية خالد الجندي، وذلك بعد هجوم الأخير على تصريحات الفنانة حول الرقص. كان خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد وجه انتقادات صريحة وعلنية في برنامج لعلهم يفقهون بعد تصريحات الراقصة لوسي حول الرقص والفنانة نهى العمروسي عن الحجاب، لافتا إلى أن الرد العلني على هذه الأفكار المغلوطة واجب. وقالت لوسي في لقاء تلفزيوني إن الله كتب عليها أن تكون راقصة واختار لها هذه المهنة على حسب تعبيرها، ردا على سؤال ما إذا كان الرقص حلال أم حرام، موضحة أنها ترقص على المسارح وفي الأفراح علنا وليس في الخفاء. استنكر الداعية خالد الجندي كلامها بشدة واعتبره وسيلة لنشر الفاحشة والفسق. بدورها شنت لوسي هجوما عنيفا على خالد الجندي، محذرة إياه من استخدام اسمها أو التعليق على تصريحاتها. وقالت الراقصة لوسي: مين خالد الجندي؟ أنا كافرة وهذا أمر لا يعنيه، الله كتب علينا جميعا ما نفعله، ولا أعلم لماذا يتدخل هو في حياتي. ووصلت الفنانة لوسي تحذيرها للجندي من التدخل في حياتها مجددا قائلة: الله الذي يحاسب وليس الشيخ خالد الجندي، أنا أعرف عنه بلاوي كتير.